ارتأى المكتب التنفيذي للمؤسسة المغربية الشفافية ومحاربة الفساد في اجتماع ديالو الأخير بناء على المعطيات الأخيرة اللي توصل بها لتنظيم هذه الوقفة السلمية، تعبيرا منه على التضامن ديالو مع مجهودات صاحب الجلالة نصره الله التي يقوم بها من اجل الدفاع على الوحده الترابيه. تنعتبره داخل المكتب التنفيذي للمؤسسه المغربيه الشفافيه ومحاربه الفساد الاعتراف الاخير للولايات المتحده بمغربيه الصحراء ما هو الا تحصيل حاصل وما هو الا تتويج للمجهودات الدبلوماسيه اللي قام بها المغرب على مر سنوات بقياده صاحب الجلاله نصره الله. وتنتمناو هذه تكون هي البدايه ان شاء الله في مسار تاكيد الوحده الترابيه. احنا كمؤسسه كنتمنوا هذا الاعتراف ديال الولايات المتحده الامريكيه على سياده المغرب على صحرائه وفتح قنصليه بمدينه الداخله. تنشكروا الدبلوماسيه المغربيه على الجهود الكبيره اللي قامت بها، وحنا جنود مجند وراء جلاله الملك محمد السادس نصره الله. نبدأ صغيرة ومراكش نشكد باش نكون نقايل الوطن إمازيغن أعربن إصحراويين الأقطاب المغرب كله الشمال الجنوب، حنا كنعتبر نفسنا نلقى كله إمازيغن، نلقى كله إريفا، نلقى كله إصحراويين، يا ننقى يا القلب يا الوطن من الشمال للجنوب. واليوم وقفنا جينا كنأيدوا صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده في هذه الخطوة اللي دار إيجابية للوطن وإيجابية للمجتمع للسلام والمغرب كله. احنا واقفين اليوم وقفه مغربيه باسم جميع المغاربه اللي كاينين في الخارج وكاين في الداخل. احنا جسد واحد بالامازيغيه والمغربيه والصحراويه من طنجه حتى للقويره، وحنايا جنود مجندين وراء جلاله الملك محمد السادس نصره الله في قضيه وجميع القضايا اللي تتمس من بعد ومن قبل من قرب للوطن العزيز المملكة المغربية. عاش الملك وعاش المغرب.